قام مركز نظافة الشويخ الصناعية في الري التابع لإدارة النظافة العامة في بلدية محافظة العاصمة بضبط أحد الكراجات، وهو يقوم بإشعال النيران أمام محول كهرباء، وقد تم على الفور تحرير مخالفتي نظافة عامة وإشغالات طرق، فضلا عن مصادرة معدات اللحام. هذه غرفة مسوينها بنشر، مسوينها هذه غرفة كاملة، هذه غرفة كاملة بنشر ومعدات ودنيا، هذه داخل شوف مكتب و...